عايز أقول آية قالها الكتاب المقدس، قالها داود النبي، يقول إيه؟ ادخلوا إلى حضرته بترنم. ادخلوا إلى حضرته بترنم، يعني إيه؟ يعني ربنا مش هيحضر وسطينا إلا إذا رنمنا. وأنا لاحظت من ساعة ما دخلت كله بيحكي وكله بيتكلم، والترنيم هو وقلة واحد، يبقى ربنا مش هيحضر في وسطينا. تقبلوها؟ في حاجة تانية لاحظتها، دي تقوم من هنا تيجي تبوس من هنا، ودي تقوم تبوس هنا. ايه ده؟ احنا عندنا في أسيوط أنبا ميخائيل كان معلمنا، تكون اتنين اخوات ما شافوش بعض 10 سنين، جت تقف جنبها ما تسلمش عليها لغاية ما يخلص القداس أو الاجتماع وتسلم عليه. هي دي خدمة المسيح. يسوع في وسطينا، نحول نظرنا من عليه لبعضينا. انت هتطلع من الكنيسة تقولوا ايه؟ لم نتقابل مع المسيح لكن تقابلنا مع حبايبنا. وفعلا اذا كان ده يرضيكم اعملوه. انا ما عجبنيش الترنيم بتاع النهارده خالص خالص خالص. يعني انتوا قاعدين ترنموا وانا قاعده ابص للناس كلها، ده بيحكي وده بيحكي وده بيحكي وده بيتكلم وده بيقول قصه. قال لا، طب هندخل ازاي حضرته بترنم؟ ازاي؟ نعم. انا لما بتكلم اللي قاعد ساكت يقول مش عليا، واللي كان بيحكي يقول عليا. بس فهنا ارجوكم يعني بلاش تتكرر تاني. يعني مثلا الترنيم، احنا بنرنم ليه في الكنيسه؟ حطوا ترنيم قبل الاجتماع عشان نستحضر المسيح في وسطينا، يتكلم على لسان المتكلم ويتكلم لقلوبنا. يبقى هي دي النقطه الاساسيه. امين. تعالى ايها الرب يسوع، امين تعالى، قلوبنا اشتاقت للربا، امين تعالى ايها الرب يسوع، امين تعالى، قلوبنا اشتاقت للربا، منتظرين تحسب وعودا، منتظرين بحسب وعودا، قلت سآتي سريعا، امين، قلت سآتي سريعا، امين، امين. تعالى ايها الرب يسوع، امين تعالى، قلوبنا اشتاقت للربا، امين تعالى ايها الرب يسوع، امين تعالى، قلوبنا اشتاقت للربا، منتظرين بحسب وعودا، منتظرين بحسب وعودا، قلت سآتي سريعا، امين، قلت سآتي سريعا، امين. سنة 1974 كان قداسة البابا شنودة بيعمل مؤتمر للخدام والخادمات في كل أنحاء الجمهورية، من أسوان لإسكندرية في ماري مينا فليمينج إسكندرية. كان عدد الخدام والخادمات اللي بيحضروا أكثر من 8000 نفس، لأن من أسوان لإسكندرية. وكان كل مؤتمر ليه موضوع، فقال إحنا هنخلي الموضوع عن الآباء الرسل، عن التلاميذ، عن الآباء الرسل وعن ايه؟ التلاميذ. فقال احنا ما عندناش ترنيمة للتلاميذ، فياريت نعمل ترنيمة كده للتلاميذ. فكان فيه واحد زميل من زملائي قال له عني فلان يعمل ترنيمة، بس انا ما كنتش بيتكاهن،
سنة 74 كنت شماس مقرنس، واخدين بالكم؟ فقال له فيكتور يعمل ترنيمة. فسيدنا بص لي، قلت له يا سيدنا قدستك شاعر وتعرف ان اللي الشعر ده مش اقول هعمل هعمل، ده ربنا بيبعت الخواطر في وقت لا يتوقعها الانسان. فسيدنا ضحك وقال لي طب بص احنا نصلي ويمكن ربنا يبعت لك ترنيمه. خلصنا الترتيبات وروحنا بالليل عشان ننام. كنا 4 كليريكيين وبننام في البطريركيه في شارع النبي دانيال. واحنا نايمين واحد زميل لينا كان ليه اخ في الكويت بعت له كاسيت، كان اول مره نشوف ايه الكاسيت. زمان كان جروندنج كده شرايط واسعه، لكن اول مره نشوف ايه الشرايط الكاسيت. وكان فرحان جدا، وكان فيه معاه شريط ترنيم لمرنم من الكنيسه الرسوليه اسمه عادل عبتوف، وده اول مرنم يعمل ترانيم بس. وكان بيعمل ترنيمه، فانا وانا نايم سمعت الترنيمه، عجبتني الموسيقى بتاعتها، فقلت للاخ ده ممكن ترجع لي الترنيمه تاني؟ قال لي ليه؟ قلت له معلش راجع حالي. فراح رجع لي الترنيمه دي. الترنيمه دي بتقول ايه؟ تعالوا تعالوا يا تعابا من عالم الحزين، تعالوا خدوا السعادة من فارق العالمين. قلت له بس كفاية، خبرني يا يوحنا عن صدر الحنان، وازاي كنت بتسند راسك وفي اي مكان. جاوبني يلا وقول لي رد يوحنا وقال، جاوبني يلا وقول لي رد يوحنا وقال، رد يوحنا وقال ايه؟ ده صدره واسع واسع يساع كل الناس، وقلبه نابض نابض كله محبة وإحساس، مش لاقي زي صدره أتك عليه في أمان، مش لاقي زي صدره أتك عليه في أمان، أديك عليك بأمان. وانت يا بطرس خبرني عن صخرة الإيمان، وإزاي الرب أقامك من أعمدة البنيان، جاوبني يلا وقول لي رد بطرس وقال، أقامني في كنيسته رغم كل الإنكار، وضمني لعروسته في محفل الأبرار، مش لاقي زيه صخرة تسندني كل زمان، مش لاقي زيه صخرة تسندني في كل مكان، تسندني في كل زمان. يا توما تعالى
حرب حياة الملكوت مش ممكن ننسى أبدا صرت جوه البستان مش ممكن ننسى أبدا دموعه في البستان التلاميذ وقالوا ما لم يخطر على بال. المحبة قوية قوية أقوى حتى من الموت، وتعيش هنية هنية عربون حياة الملكوت. معلش ندخل في موضوعنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد النهاردة آخر كنيسة، سفر الرؤيا اصحاح 3 ايه 14. اكتب الى ملاك كنيسه اللاودوكيين هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بداءه خليقه الله، انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حارا، ليت كنت باردا او حارا، هكذا لأنك فاتر وليس باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس، فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكح لكي تبصر. إني كل من أحب أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين. ألخص اللي فات كله في كم جملة. الكنائس السبعة الله لا يوجد له غير كنيسة واحدة، ولكن كون أن يذكر الكنائس السبعة يعني الكنيسة هتمر بسبع مراحل. إصحاح 2 و3 بيذكر لنا تاريخ الكنيسة اللي هو الكائن، مكان إصحاح 1 الخلاص اللي قدمه على الصليب، يبقى اللي كان قدمه وقال قد ايه اكمل، ما كائن من اول حلول الروح القدس لغايه ما المسيح يجي ياخد ايه الكنيسه. ما لابد ان يكون من اول اصحاح 4 لغايه الاخر، ودي الضيقه العظيمه والضربات عباره عن ابواق وعباره عن ختوم وابواق وجماد، وبعدين نشوف المدينه المقدسه اورشليم. ونختم كلامنا أمين. تعالى أيها الرب يسوع. الكنيسة الأولى، المرحلة الأولى اللي مرت بيها الكنيسة اسمها أفسس. أفسس يعني محبوبة أو مرغوب فيها، وكلمة أفسس محبوبة ومرغوب فيها ده عصر الرسل، بداية الكنيسة كان في محبة بينهم ما حصلتش، كان كل شيء بينهم إيه مشترك، كانوا بيبيعوا كل ممتلكاتهم كتير إليهم ويقعدوا ياكلوا مع بعض وعايشين مع بعض وفرحانين مع بعض. دي البذرة الأولى، بس ما استمرتش كتير لدرجة قالوا أنت قد تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقطت وتب. وأنت يا أفسس منارتك هي الأولى، إن ما كنتش تتغير أزحزح منارتك. يعني ايه زحزحها؟
مش يهدها، يعني ممكن اخليك نمره اثنين او ثلاثه او اربعه، انت نمره واحد. وده عصر الرسل اللي احنا دلوقتي بنتمناه ونقول يا رب رجع لينا عصر الرسل في المطر المتاخر. نقلنا للكنيسه رقم اثنين. الكنيسه رقم اثنين اللي هي سميرنا، وسميرنا يعني المر، وده عصر الاستشهاد، وده يبدا باستفانوس اول شهيد وينتهي ببطرس خاتم الشهداء. وعصر طويل كان فيه الاكل والبهدله والاهانه، وملايين الملايين من الشهداء سافروا للسماء عشان يلبسوا الاكاليم. العصر الثالث اسمه عصر برغامس، يعني اقتران. برغامس يعني اقتران. وعلى فكرة كلمة برغامس في اليونانية، في العربي اقتران، في العبري لاوي. كلمة لاوي يعني ايه؟ اقتران برضو، قرين. وجت منها الكلمة اللي انتوا بتقولوها عقد ايه؟ قران. يعني ايه عقد قران؟ يعني بيحطوا قرن الراجل في قرن الست، يعني الاثنين يبقوا مخ ايه؟ مخ واحد وفكر واحد. فكلمة برغامس اقتران المسيحية بالعالم. العالم قال للمسيحية ايه رأيك؟ انت منفصلة عنا ليه؟ نبقى أصحاب ونقترن ببعض. فوافقت المسيحية، فصار العالم مسيحيا قليلا وصارت المسيحية عالمية كثيرا. تاني، صار العالم مسيحي بس قليل، وصارت المسيحية عالمية بس كتير. دخلت روح العالم في الكنيسة، ولما دخلت طلعت حاجة اسمها ايه؟ البدع والهرطقات. وده العصر الثالث، وده ابتدى من أريوس وأبولوناريوس ومقدونيوس ونسطور وهلم جرة. بدأ العصر الرابع سياترا، تياتر، مسرح، تياترو. واخدين بالكم؟ وده عصر بقى انقسام الكنيسة للشرقية وغربية، كاثوليك وأرثوذكس. انقسم، الأغلبية تبع الكاثوليك والأقلية تبع الأرثوذكس، وانقسمت الكنيسة وفضل كل واحدة انفصلت عن الثاني. وللأسف، للأسف الكنيسة الكاثوليكية بالسلطان اللي معاها حرمت الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الأرثوذكسية بالسلطان اللي معاها حرمت الكنيسة الكاثوليكية، وأصبحوا الاثنين شبه إيه؟ محرومين. حتى لما جم نتكلموا مع البابا شنودة قال عشان نصطلح لازم نرفع الأول إيه؟ الحرمات. نرفع أولا الحرمات. لكن الله بيستغل كل الأمور، أصل لما بيسمح بحاجة فبيسمح بها ليه؟ للمصلحة. هي وحشة، بس ربنا بيسمح للشر. أنتم قصدتم بشر. يعني مين اللي دخل روح الانقسام في الكنيسة؟ الشيطان. وليه رب سبت الشيطان يدخله؟ قال عشان هستخدمه للخير. ليه؟ قال لأن التعدد بيدي قوة. التعدد يدي قوة. ويمكن نلاحظه في المجتمع، الدولة اللي البرلمان بتاعها يبقى واخد باب حزب واحد دولة فاشلة، لكن الدولة اللي يبقى برلمانها عدة أحزاب تبقى عدة دولة ايه؟ ناجحة. ليه عدة أحزاب؟ أصل ما دام حزب واحد بياخد قراره صح غلط كان قرار، لكن ما دام في حزب مضاد فانا لما اخد القرار يجي المضاد يقول لي لا ده في غلط كذا كذا، يبقى كله لمصلحه مين؟ لمصلحه الدوله، لان النقد البناء مهم. واخدين بالكم؟ فظل هذه الفتره من القرن السابع لغايه القرن الكام؟ الستاشر. في القرن الستاشر بدات مرحله جديده اللي هي مرحلة ايه؟ ساردس. كلمة ساردس يعني بقية تقية. راهب من الكاثوليك اسمه مارتن لوثر ما عجبوش تصرفات الكنيسة الكاثوليكية كلها.
فقرر الانفصال عنها وانضم له جماعه كتير. ولما وقف نادى وصرخ وقال لهم اللي انتوا بتعملوه انا معترض عليه. بروتست جت منها كلمه ايه؟ بروتستانت. بروتستانت يعني ايه؟ معترضين. انا معترض على كده. وطلعت الطائفه الثالثه اللي هي الطائفه ايه؟ البروتستانتيه في القرن ايه؟ ال 16. فضل ايه؟ كنيستين. الكنيستين دول حالتين. يعني الكنيسه هتمر بحالتين بقى في اخر الايام، والحالتين دول متزامنين واحنا عايشين مع بعض. كنيسه فيلادلفيا يعني المحبه الاخويه. وده النشاط الايماني اللي ظهر في الايمان اللي انتوا عايشين ايه فيه. لا انكر ان الايمان كتر، العظات كترت، الاجتماعات كترت، الترانيم كترت، الكتب كترت، الكنائس اتفتحت. ما كانش فيه قبل كده لا اجتماع سيدات ولا اجتماع شباب ولا اجتماع اخوات رب ولا مدارس، حتى احد ما كانش موجوده. الكنيسه كانت مقفوله على ايه؟ قداس واجتماع بالليل في النهضه لما تبقى نهضه للقديس وبس كده كفايه. ده احنا عندنا في كنيستنا الارثوذكسيه عشان الكهنه كانوا بياخدوها بالوراثه. الكاهن هيموت، مين اللي ياخد الخير بتاعها؟ ابنه. فيجيب ابنه ما يكونش يعرف الالف من كوز الذره ويحفظوه القداس ويترسم كاهن. يطلع كاهن مش عارف حاجه، وما دام الرعاه ما بيفهموش حاجه لدرجه قال لهم طب ده الرعاه دلوقتي ما بيفهموش، عارف اعمل ايه؟ ان نجيب العظات بتاعه يوحنا ذهبي الفم وشنودة رئيس المتوحدين ونقف نقراها للناس. وحتى تشوفوها في اسبوع الالام يقول لك عظه للقديس اثناسيوس الرسول، عظه للقديس. يا جماعه دي العظات كانت بتتحط عشان الكهنه ما كانوش بيعرفوا يوعظوا، لكن طالما ربنا ادى الروح للعظه ما نقولش العظات المكتوبه، لان الروح القدس بيجدد كل ايه؟ كل يوم. اصل كل عظه تناسب العصر ايه؟ العصر بتاعها. كل عظه تناسب العصر بتاعها وتبقى الصوره دي. فهنا فيلادلفيا ده النشاط. لكن رغم ان احنا عايشين في نشاط برضه عايشين في لاودوكيا. لاودوكيا يعني ايه؟ ارتداد. لاو يعني شعب، ليقوس. مش بتشوفوا ابونا يقول لكم بكليقوس صغار؟ يعني شعبك وكنيستك يطلبون اليه. فليقو يعني شعب، دكيا يعني مرتد او راجع. فهنا لما نيجي يقول له ايه؟ واخدين بالكم؟ نبدا بقى في كنيسه لاودوكيا الاخيره. بص يقول لك ايه بقى؟ اكتب الى ملاك كنيسه اللاودوكيين. حد فيكم لاحظ حاجه؟ لا، في الكنائس اللي قبليها، يعني انتوا كنتوا شايفين الكنيسه اللي اكتب الى ملاك الكنيسه التي في فيلادلفيا التي في افسس. واخدين بالكم؟ لكن هنا ما قالش اكتب الى كنيسه الى ملاك الكنيسه التي في لاودوكيا. اللاودوكيين يعني ايه؟ يعني سمه الارتداد عن الناس كلها. معقوله؟ ايوه. والكلام ده قاله المسيح. هل عندما يأتي ابن الإنسان سليماً هل سيجد الإيمان على الأرض؟ بس احنا بنقول ناس كتيرة دخلت الكنيسة بس لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. احنا عايزين القوة العلوية الداخلية، التغيير اللي يبقى جوانا. فيبدأ من أولها، اكتب إلى ملاك كنيسة اللاودوكيين، وبعدين يصف نفسه بوصف ضد التصرفات بتاعته. دايما ربنا يحط الوصف ضد ايه؟ ان هو ايه؟ هذا يقول الامين. يبقى نمره واحد ايه؟ امين. نمره اتنين شاهد. نمره ثلاثه امين. لا، امين. نمره اربعه صادق. نمره خمسه بدايه خليقه الله. اسمعوا دول ونفهمهم مع بعض. هذا يقول الأمين. ماذا يقصد الأمين؟ أصلي أنت لما دخلت في العهد مع ربنا
ربنا ليه متطلبات وانت قلت امين هنفذ المتطلبات، بس للاسف ما قدرتش تنفذ المتطلبات كلها. ما نقدرش نقول ان الانسان كسر كل الوصايا، لا، نفذ وصايا وكسر وصايا. وبالنسبه لربنا اللي يكسر واحده يبقى كسر الكل. عشان كده الانسان فيه النعم وفيه الله، الانسان فيه النعم وفيه الله. الوحيد اللي جه وربنا قال له انا هعمل عهد جديد، طب العهد القديم كان بين مين؟ الله والانسان. طب والعهد الجديد بين مين؟ بين الاب والابن. عارف لو انا دخلت في العهد الجديد هبوظه، هبوظه خالص، يبوظ. عشان كده بيقول ايه؟ الامين. الامين يعني ايه؟ يعني الاب قال عايز وعايز وعايز وعايز، والابن قال له ايه؟ امين بس؟ لا، قال لك فيه النعم وفيه الامين، يعني حاضر ونفذ، مش حاضر وما نفذ، حاضر ونفذ، لدرجه نفذ كل حاجه طلبها الاب بحذافيرها. وقال قد اكمل. كمل. ده الوحيد الامين، ده الوحيد اللي تمم العهد. عهد الناموس الله كان امين، بس الانسان كان عديم الامانه، ولو طرف من الطرفين بوظ العهد يبقى العهد ايه؟ باظ. عشان كده لما يجي يقول لك عن العهد القديم الكلمه صعبه بولس الرسول، عارف يقول لك ايه؟ ان العهد القديم قد شاخ واضمحض. شيخ يعني ايه؟ عكس، مش نافع، مش ده كلام الله، بس مش نافع بالنسبه للانسان. الانسان مش قادر يتماشى معاه، الانسان مش قادر يعيش واحباه. عشان كده هنا لما بيجي يكتب بيوضح لنا هنا ان هو ده الامين. فالامين الاولانيه في تتميم الخلاص. وخلي بالكم في الخليقة الأولى لو رجعنا لسفر التكوين نلاقي إن ربنا خلق الإنسان بعد ما عمل له كل حاجة. يعني إيه؟ يعني الإنسان لم يشترك في الخليقة في حاجة، صح ولا لا؟ لم يشترك، يعني خلق الكل، النور، المية، الأرض، الأشجار، النباتات، الطيور، الحيوانات. آخر حاجة في اليوم السادس خلق الإنسان وإيه؟ واستراح. قد أكمل. المسيح بعد ما عمل ده كله جلس عن يمين العظمة، وآدم بدأ بيوم إيه؟ بيوم الراحة، يوم السبت. بدأت حياة آدم في الجنة بيوم الراحة. عشان كده الكتاب يقول لك إيه؟ أجلسنا، أجلسنا معه. ياه، جلسنا معه؟ اجلسنا. وبعد ما يقول اجلسنا يبتدي بقى يقول سيروا. الله، المفروض نمشي شويه ولما نتعب ايه؟ نريح. لا، مع ربنا لا، ريح عشان تقدر تمشي، ريح علشان تقدر تمشي. يبقى هو ده الامين، يبقى كان الامين. نمره اتنين كان هو ايه؟ الشاهد. ماذا شاهد المسيح؟ شهد على ان الناس ما بيعملوش ارادة الله، وشهد على ان ابليس انهزم، وشهد على ان كل الوحشين ممكن يقبلهم. شهادة كاملة. انتوا وحشين، بس انا عايزكم. ايه هي شهادتك يا رب؟ شهادتي اكره الخطية بس احب الخطير. انا جاي للوحشين، جاي للواقعين، جاي لمن قد هلك. يبقى ده شاهد. شهادة المسيح من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يبقى كان أمين في تمام الخلاص وشاهد. أنا بحب الآية الجميلة في المثل اللي ضربه لما بعت للناس وقال لهم إيه؟ كل شيء قد أعد. اتفضلوا تعالوا، العرس مستعد. ياه
يعني ما نجيبش حاجه معانا. لما واحد يقول احنا عندنا فرح ممكن تيجي تشاركنا في الفرح؟ طب ولا سمحت قول لي اجيب ايه معايا؟ ايه اللي ناقص في الفرح اجيبه معايا؟ طب اجيب كاستين كاتو؟ اجيب كم ازازه شربات؟ اجيب ورد؟ طيب بوكيه ورد عشان نحطه ورا العريس والعروسه؟ اجيب ايه؟ قال له ما تجيبش حاجه، تعالى بينا فاضيه، كل شيء قد اعد والعرس منتظرك واقف عليه، وانا ما ادفعش حاجه، انت ما تدفعش حاجه، انا فرحه قلبي انك انت تاخد مني. فرح بالابن الضار، ما فرحش بالابن الاكبر اللي قال له سنين خدمتك ولم اتجاوز وصيتك قط، وجدي لم تعطيني لايه؟ افرح. يعني انت كنت عايش معاي في بيتي مش فرحان؟ دي من اولها. ايوه يا مناس عايشه في بيت ربنا مش فرحان. طب امال جاي ليه؟ جاي عشان انا محتاج لك، ما من غيرك ما اقدرش اعمل. انا جاي من اجل مصلحتي، مش جمالك يا رب هو اللي شدني، لا مصلحتي اللي شدتني. اصل بصراحه لو ما جتلكش حالها هيتلخبط، لا ولد هينجح ولا بنت هتتجوز ولا صحة هتمشي ولا حاجة تمشي. المواقف أنا عارف إن المواضيع كلها في إيدك، فأنا هجيلك وأرضيك وأعمل لك اللي أنت عايزه وتفضل خد، بس اديني اللي أنا عايزه. جدي أنك تعطيني. لكن التاني إداله من غير أي حاجة. ابني ده كان ميت، ده كان ميت فعاش وكان ضال فوجد. ينبغي ان نفرح، فرحان بالضايع وزعلان عشان الكبير محبش يفرح مع ابوه ومحبش يشارك الفرح. يبقى اذا نمره واحد امين في تتميم الخلاص، شاهد في دعوه الكل الوحشين. امين. امين في ايه؟ في كل اللي بقوله هيحفظهم للنهاية. مش يقول لك اتفضل تعالى لي، واول ما تجيلي يقول لك خلاص انت بقيت من ابناء البيت. لا، ده انا على فكره مش بمجرد ما قبلت خلاص اقول لك بس. ما دايما في اباء يعمل كده، احنا بنعمل كده. اعلم ابني واكبره صح ولا لا، واحطه على بدايه الطريق واقول له يا ابني ايه؟ كمل مسيرتك لوحدك، انا عملت اللي عليا، حطيتك على ربنا مش كده. حطك على اول الطريق وقال لك هفضل معاك عيني عليكم من اول السنه لاخرها. طب وبالنسبه لعمري؟ انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. واذا كان الله معانا يبقى هنا بالصوره الجميله احبائي، يبقى الامين الاولاني والامين الثاني في المواصله. ايه هو اللي بيواصله؟ كان امين وتمم الخلاص وقبل الابن الضال وحطه على اول الطريق. واحد يسالني ايه هو اول الطريق؟ ثلاث خطوات. لبس الحله الاولى، يعني لبس مين؟ المسيح. خد الحذاء في رجله، كلمه الله حزينه ارجلكم باستعداد انجيل السلام. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. خاتم في ايده الروح القدس، خاتم الروح القدس وين في ايده؟ يعني السلطان هيعمل بيه، هيتحط في ايده الروح القدس. ولما تعمل الاعمال تعملها بهذا الخاتم، فتعمل الاعمال التي انا عملتها وتعمل اعظم منها. يبقى هنا الامين. وبعد ما يحط لنا الثلاثه دول يقول لك الصادق. تقول لي بتعلي صوتك ليه؟ بتعلي صوتك ليه يا ربي وانت ما تقول الصادق؟ لان ساعات كتيره بنفتكر ان الله كذاب. استغفر الله العظيم، لا، عملي بنفكر ان ربنا بيقول كلام وما بينفذوش. وابونا الكبير اول غلطه وقع فيها قال ان ربنا كذاب، لان ربنا قال له يوم ما تاكل منها موت تموت. الشيطان قال له مش هتموت. صدق الشيطان، قال الشيطان صادق والله جعله كاذبا واطردنا بره.
لما اجي اقول الصادق تقول لا بس صدقني يا ابونا احنا مصدقين ربنا. طب لما مصدق ربنا انا همشي معاك لغايه اخر المشوار. انتوا مصدقين ربنا شايل طاجن سيبك ليه؟ مكشر ليه؟ مرعوب ليه؟ قلقان ليه؟ بتفكر في بكره ليه؟ مش هو قال لك لا تهتموا بالغد؟ لو انت مصدقه مش هتهتم بالغد؟ لو مش هو قال انا معكم؟ لو هو معنا مش هنخاف ولا ننطرب ولا نضطرب. ويمكن حصلت مني لما كانوا بيبعتوا لي الاسئله وقلتها اكتر من مره عن 30/6 ساعه ما كانوا الاخوان والجماعه دول يقول لك احنا هنطرد المسيحيين وهنحرق بيوتهم وهنرميهم بره ويعني الناس ايه؟ خافت وترعبت. ولما يخافوا يترعبوا عايزين يتشبشفوا على كلمه واحده من رجال الدين. جيت لقيت في الاسئله كلها بتقول لي يا ابونا هيحصل لنا يوم 30/6، ابونا طمنا على 30/6، قال مش عارف ايه 30/6، وقفت على المنبر ورحت قايل جمله واحده. والناس ضحكت. قلت لهم ما تخافوش، ناس كتيرة بتسألني 30/6 هيحصل لنا ايه؟ ربنا بيطمنكم النهارده وبيقول لكم ها أنا معكم كل الأيام ما عدا 30/6 وإلى انقضاء الدهر. ما عدا 30/6. ضحكوا وتضحكوا عليه لان لو معاكم 30/6 ما كنتوش سالتوني سؤال وما كنتوش خفتوا. اذا كنتوا بتثقوا في ان الله صادق وبيقول شعور رؤوسكم محصاه. من يمسكم يمس حدقه عينه. كل اله صورت ضدك لا تنجح. يبقى هدت الصوره احبائي الواضحه. عشان كده الشاهد الامين الصادق. ولما يجي يقول لك الصادق ده بداءة خليقة الله، ايه معنى بداءة؟ يعني اصل ادم كان بداية الخليقة العادية. على فكرة كلمة بداءة في اللغة اليوناني معناها ايه؟ راس. بداية الحاجة يعني ايه؟ راس الموضوع. قول لي بداية الموضوع يعني قول لي راس الموضوع. كان ادم راس الخليقة العتيقة. أصبح المسيح يسوع هو بداية خليقة الله الجديدة. هو البداية بتاعت خليقة الله الجديدة. ويدخل في آية 15 ويقول إيه؟ أنا عارف أعمالك. مالها أعمالي؟ يا بتاع لأودوكية لا بارد ولا حار. البارد ضميره يأنبه والحار يلتهب بربه. لكن لا البارد والحار ضميره ميت وماشي في سكة الموت. نكمل المرة الجاية. الله يبارك حياتنا ويمتعنا في الإيمان. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.